مساء الخير. النهاردة هنحاول نقدم طريقة عمل الكشري المصري. طبعا الكشري يعني مشهور جدا ومن الأكلات المحبوبة جدا في مصر، وليها طرق كتير جدا. هنحاول نعمل طريقة يعني بتجمع ما بين مجموعة طرق، يعني كل واحد والمذاق بتاعه، ونجمعهم مع بعض. تعالوا نشوف مع بعض المقادير. زي ما احنا شايفين المقادير بتاعتنا، كوبايتين مكرونة، دي كوبايتين، هي المكرونة الصغيرة خالص، يعني انا بفضل المكرونة الصغيرة قوي، او ممكن اللي هي شوية مدورة كده. وشعرية، دول معلقتين كبار عشان الرز، وبصلة صغيرة، وثلاث بصلات كبار مقطعاهم كبير شوية كده، وحطيت لهم حوالي ربع كوباية خل ومعلقة ملح كبيرة، ملح الخشن ده، وسبتهم لمدة ساعة. يعني قبل ما ابتدي اشتغل جهزت البصل اول حاجة، عشان البصل بالذات بنحبه ان هو يبقى كريسبي شوية، يقرمش كده. فعادة مش دايما البصل لما نيجي نحمره يقرمش، فبضطر احط له ربع كوباية خل وحوالي معلقة كبيرة ملح، واسيبه نص ساعة، ساعة مش هتفرق. بعد كده، بعد الساعة دي، بعصره بايدي كده، يعني اصفي ميته واشطفه تاني، عشان مش مطلوب ان يبقى فيه كمية خل كتير او ملح، بحيث ان انا ما اجي احمره على نار عالية يخلص بسرعة وفي نفس الوقت يقرمش بقى. ده بالنسبة للبصل. عدس الجبة دي حوالي كوباية ونص كبيرة، غسلتهم انا كويس، ودي بصلة كبيرة. البصلة دي هعمل بيها الرز، يعني هحمر الرز، هوريكم الطريقة خطوة بخطوة. والصلصة انا مجهزة هنا، عندي شوية صلصة ليفت اوفر من كام يوم، كانت فاضلة وحطها في التلاجة، هضيف عليها شوية صلصة تانيين. صلصة الكشري بحط لها صلصة عادية، واضيف عليها حوالي معلقتين كبار كاتشب عشان تديلها تسكيرة شوية، بتبقى طعمها لذيذ جدا. دي بالنسبة للصلصة، وبيتحط عليها البصل برضو، بس يعني بتاع ربع بصل صغيرة. ده بالنسبة للصلصة. الرز بتاعي اللي انا بعمله حوالي نص كوباية عدس اصفر، انا خلطاه عدس اصفر، على كوبايتين ونص رز ابيض عادي، يعني هو خليط، انا بحب اعمل اضيف عليه عدس اصفر، بيديله طعم جميل جدا. وزيت وفلفل اسود. وبالنسبه للدقه، بحب احط الدقه في البتاعه دي عشان كل واحد يحط زي ما هو عايز. عباره عن ايه؟ عباره عن فصين ثوم مدوقين ناعم، معاهم معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، شوية شطة، معلقة ملح، بخلطهم مع بعض، وبعد كده أضيف لهم الخل والمية، وتبقى دي الدقة بتاعتنا. تعالوا نشوف الطريقة واحدة واحدة كده. زي ما احنا شايفين أنا ولعت على كل حاجة، دي الحلة اللي هعمل فيها الرز والشعرية والحاجات دي، ودي الحلة اللي هعمل فيها العدس والجبة، ودي حلة المكرونة، ودي الصلصة. انا ولعت على كل حاجة، الصلصة بهدي عليها خالص، بحط الزيت بتاع الرز الاول شوية كده، واول حاجة بضيفها هنا البصل، يعني ابتدي بالبصل الاول، دي زي ما اتفقنا بصلة كبيرة، ابتدي احمرها، وفي نفس الوقت ارش عليه شوية ملح صغيرين خالص، ودي مية المكرونة، حط عليها معلقة كبيرة ملح، واول ما تغلي على طول اقوم حاطة المكرونة، برضو العدس بجبة، مش مهم المية تغلي يعني، بس بحط له مية زيادة شوية عشان يستوي براحته. اول ما يغلي اوطي النار واسيبه زي يدمس، يعني اخلي بالي من المكرونه،
والبصل هنا بتاع الرز احاول اعلي عليه عشان اخلصه بسرعه. الصلصه انا عليت ولعت عليها وفي نفس الوقت هديت النار، حطيت شويه شويه يعني حوالي كوبايه صلصه جاهزه معاها، يعني اتفقنا معلقتين كاتشب والبصله نص بصل صغيره دي. دي بتاخد شويه مزازه الصلصه لان الصلصات الجاهزه دي غالبيتها بتبقى مززه شويه كده. العدس غلي تقريبا، انا ههدي عليه خالص واسيبه يستوي براحته. هو واخده بالي من البصل طبعا. طريقه الكشري دي مش طريقه واحده بس، دي مجموعه يعني كل واحد ليه فكره. في ناس بتعمل الصلصه بالطريقه دي، في ناس بتعمل الرز بتاع الكشري بالطريقه دي، في ناس بتضيف العدس بعد ما يتسلق بتسويه مع الرز، بس انا بعمله لوحده. من ضمن الحاجات اللي عايزه اعملها احط شويه ملح على العدس عشان ما يطلعش عادب في الاكل، بحط شويه زيت صغيرين قوي للصلصه، ما تكترش لان في زيت في الرز. تعالي نشوف الدقه بجهزها ازاي. زي ما اتفقنا العلبه دي بحط الكمون معلقه كمون، معلقه كزبره وشويه ملح وشويه شطه صغيرين خالص. في ناس بتحبها مشطشطة قوي، اوكي. وعليهم الثوم، دي حوالي فصين ثوم بضيفهم عليهم. كل اللي هضيفه شوية مية وشوية خل، يعني نص مية ونص خل. وتبقى دي الدقة جاهزة، يدوبك اديها تقريبا كده وهي جاهزة على كده خلاص. انا حطيت هنا شويه فلفل اسود للصلصه. صلصه الكشري بالذات بتبقى شويه ميتها كتير، يعني ما بتبقاش مسبكه. هي مجرد ما تستوي انا هوطي عليها النار واسيبها عشان البصل اللي فيها يستوي. في الاخر خالص احط شويه ميه عشان اخليها سايله شويه كده. كده البصل تقريبا قرب يخلص. هحط الشعريه زي ما اتفقنا، دي معلقتين كبار. هقلبه بسرعه، الشعريه بتتحمر بسرعه جدا. في نفس الوقت انا محضره الرز، غسلته يعني قبل ما اصور على طول، انا غسلته عشان ما يبوش مني. دول كوبايتين ونص ومعاهم شويه نص كوبايه عدس. احمر ده بسرعه وابتدي هدي النار بقى عشان هضيف الرز بعد كده. كده زي ما احنا شايفين الشعريه ابتدت لونها يتغير، اقوم ضايفه الرز واوطي النار عشان الرز ما يتحرقش. كده يعتبروا الكوبايتين ونص رز ومعاهم نص كوبايه عدس ومعاهم معلقتين كبار، يعني تقريبا ربع كوبايه شعريه. فالميه بتاعتنا ناخد بالنا منها قوي. طبيعه الرز ده كل كوبايه بتحتاج كوبايه وربع او اقل حاجه بسيطه. انا عن نفسي ليا معيار كده، بسوي الرز ده في الرايس كوكر. الرايس كوكر يعني ما بقيس، هو ليه معيار معين انا بحطه بيستوي معايا على طول، بس كل واحد هيبقى عارف بقى طريقه تسويه الرز بتاعه. عشان يستوي معانا بسرعه لو انا هسويه في الحله دي، بجهز ميه في البراد اغليها واحط الملح وبعدين احطها عليه، يقوم يغلي على طول وهدي النار، يعني مش محتاج ان انا اسيبه يغلي. بتبقى الطريقه دي اسرع وبيستوي بسرعه جدا. الحقيقه ان انا جمعت افكار الكشري دي من كذا شخص، كل حته دقت فيها كان لذيذ، يعني كل واحد عنده فكره، وانتم ما تعملوا هيبقى لكم طريقتكم الخاصه.
بس في الناس اللي بيطلع لذيذ يعني. في ناس تعمل رز بس مع شوية عدس جبة مع شوية مكرونة وصلصة ودقة وخلاص ويبقى طعم لذيذ جدا. بس أنا الحقيقة بحط له كذا حاجة بيبقى طعمه برضه مختلف شوية بس حلو جدا. كده أنا عندي أنا لاحظت إن أنا بستخدم الأربع عيون في نفس الوقت عشان أخلص. عندي عين فاضية هبتدي أحمر البصل. دايما بحضر الكبيرة دي عشان أخلص بسرعة. برضه هحط لها زيت بكتره شوية عشان ما يطرش مني. كمية الزيت تبقى كتير شوية. بص أنا لما يسلق أقوم حاطة البصل على طول. على فكرة الرز ما بيتحط له عدس وشعرية بيدي طعم رائع يعني ممكن يتاكل لوحده ده. هو كده كفاية هطفي عليه. البصل ده ما يتعطرش عليه ولا حاجة. ده النار عالية أوي أعلى نار عندي وسخني الزيت وحطيه على طول ونبتدي نحمر. ودايما يتقلب يعني ما تتسابش كده يعني من آن لآخر نقلبه. ناخد بالنا من البصل عشان ما يتوسعش مني. البصل زي ما اتفقنا بالخل والملح يتساب شوية هيبقى محمص هيبقى حلو. هو صحيح فقط خيايده يعني طبعا الخل والملح بياخد منه كل حاجة بيبقى فاضل حاجة بس احنا طبعا بنهتم قوي بطعمه لان هو بيدي طعم حلو قوي للأكل. كده زي ما احنا شايفين كل حاجة استوت. الرز مع العدس والعدس العدس الجبة انا بعد ما استوى رحت مصفيه في الحوض ومشي عليه شوية الحنفية فتح عليه الحنفية حاجة بسيطة بحيث ان انا ما صفيش كل اللي فيه بس صفيته بس. المكرونة استوت والصلصة الصلصة زي ما احنا شايفين سايلة كده يعني خفيفة ما تعتبرش تقيلة تعتبر خفيفة لازم تبقى خفيفة. والدقة جاهزة والبصل زي ما احنا شايفين مفرفر كده حلو مش ملزق في بعضه عشان حطينا عليه الخل. اول حاجة هبتدي اغرف. انا عادة عاملة اطباق مخصوص للكشري دي بتاعت الكشري بس ببتدي الاول بالمكرونة. حط المكرونة الاول زي ما حلت الكشري كده. حط شوية مكرونة. الكشري دايما انا بغرفه كله يعني كل الاطباق اغرفها اخلص واللي ياكل ياكل واللي يفضل يفضل ممكن يتشال في التلاجة مغروف جاهز. بعد كده احط العدس يعني المكرونة الاول وراها العدس. احاول اكتر العدس لان ده البروتين الوحيد اللي فيه هو والعدس الاصفر. وبعد كده الرز وكده الصلصة. الصلصة بقى حسب ما كل واحد بيحب. واخر حاجة البصل. هي عندي بيحب البصل ده كتير قوي. وبعد كده الدقة. ده انا مجهزة من بدري في الملح فرشور داب. بعد كده احط الدقة برضو كل واحد حسب ما بيحب. وده الشكل النهائي. واشكركم جدا ويلا لقاء.